فضيلة الشيخ وفقكم الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. نعم. وذكر منهم أنهم لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون. نعم. سؤاله: أنا قد فعلت هذا قبل أن أناهز الحلم، فهل أكون داخلا في هؤلاء 70؟ إذا اتصفت بصفاتهم تدخل معهم، أما إذا لم تتصف بصفاتهم فلا تدخل معهم. وليس معنى هذا أنك تكفر. هؤلاء 70 طبقة عليا، طبقة عليا من المسلمين، دونهم طبقات من المسلمين. نعم.